بسألك على أبرز كانت الحقيقة بتحمل علم مصر، ويمكن الجمهور تفاعل جدا 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 معها. تمام يا جمانة. طيب عايز اعرف بقى ايه انت اكتر اغنيه عجبتك يمكن واستمتعتي وانت بتسمعيها من الفنانه الكبيره ماجدة الرومي؟ كلمات حتى هي الفنانه ماجدة الرومي هي عادتها مرتين من كتر ما الجمهور تفاعل جدا معاها. يا ليلى لا الاغنيه دي يعني من اجمل ما غنت طبعا الفنانه ماجدة الرومي. انت ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ انا نفس القصه، وبصراحه يمكن عيناك ليالي صيفيه من اكتر الاغاني اللي بحبها لماجدة الرومي، وكان نفسي اكون موجوده في الحفله امبارح بس انتوا بتغطوا من هناك واحنا موجودين هنا. قولي لي يا جمانة، طيب لو اتكلمنا عن ابرز الفعاليات النهارده اللي كانت على مدار اليوم. انا موجوده هناك بقلك لحظه بلحظه يا ليالي.